مشينا للسيدة الرئيسة هي قاضية ملا، وطلبنا منها أنها تخرج تصرح للإعلام باعتبارها أنها نطق رسمي باسم الخطب، تخرج تعطي باعتبارها أن قضية رأي عام، فمن واجبكم أنكم تخرجوا. ولو إحنا تكلمنا ولو إشاعات فيسبوك قاعدة تروج وقاعدة تحرف الملف، وإحنا دخلنا وورينا اللي هو غالط يا فيكسارة ماهوش كيفي. قالت لي انا تو سامبل ما قالت لي ممنوع، قالت لي انا ممنوع علي نتكلم، نطق رسمي ممنوع علي نتكلم، شو معناتها ممنوع انت لازم تتكلم؟ قالت الملف هذا انا ممنوع علي نتكلم، انا مش لازمش نتكلم، انا عاتيني باش ما نتكلمش، انا عندي تعليمات باش ما نتكلمش، تحبوا برخوا برخوا هكا وزاره العدل، ها رجعنا لوزاره العدل. هل انه من المنطق انه نحطوا ناس في السجن بمجرد القول ما علاقتك بهذا وذاك؟ شهر وخمس ايام وهيئه الدفاع يومياً تخرج للإعلام وتطالب وزارة العدل وتطالب السلطة بتوضيح الاتهامات اللي من خلالها تم إعلان قرار إيداع بالسجن لما يعرف بمساجين قضية التآمر على أمن الدولة. حريات حريات لا قضاء التعليمات، 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 حريات آخر ما اختم به قاضي التحقيق أنه اعتذار ضمني وتصريح ضمني بكونه إنسان مأمور. هذايا اللي خرجوه هيئة الدفاع اللي نقلوه في وسائل الإعلام، أكثر من هذا إجابة وضوح ومباشرتية ما عادش نجمو نأكدوا هذا. أنا أدعو قيس سعيد باش ينشر لنا التقرير الطبي، خاطر اللي يعمل فيه قيس مش تعبد عبد يخوف، يكون قاعد يعملنا عركة مع جنوب مع أفريقيا جنوب الصحراء، يكون قاعد يعملنا عركة مع المغرب، يكون قاعد عملنا عركة مع ليبيا هكيكا، يمشي يجيب خريطة ويقعد يهنسنا ويعمل عمل عركة مع الاتحاد الأوروبي، عمل عركة مع ليزاميريكا، يعمل عركة مع ممثلين بعثة الدبلوماسية، يعمل عركة مع نبورتكي، معناتها يعمل عركة عمل احنا حتى في الحبس. انا قلت لهم الحمد لله ما عندناش نووي، الحمد ربي ما عندكمش نووي، تونس ما عندكمش النووي، سافريمون انا هذه حاجة مزيانة برشا، معناتها حاجة نحمد عليها الله، لأنه بالحق جاء عنا النووي، راهو في الليل ينزل على فلسة، راهو دمار شهبنا راهو. Thank you.